بتقديم حسين برحمون. يا تيزي والسوين القديم من هنا ساكن بالغرامة، وين الجبا وين المنديل، وين دبك وين الفضة، وين دبك وين الفضة، وين دبك وين الفضة. حزام الغلا دردشة ثقافية على امواج تيزي فام. اعزائي المستمعين، نقول لكم مرحبا بكم وعلى سلامتكم في حصتكم، حصه حزام الغلا. اليوم رايحين نرافقوا الكلمه الحنينه مزوقه حلوه وبنينه، نرافقوا الجمله المبنيه اللي فيها روح مسقيه، تسمى شعر من الكلون، يخليك تشوف مغمض الجفون، شعر حر ولا منظم موزون. انا دايما عشقي ديما في الملحون. واش نقول في الموضوع؟ الكلمة الأولى بها نبدأ، أنت أستاذ غير عادي. الكلمة الثانية معها نغدة في بحور الشعر الهادي. الكلمة الثالثة فيها شدة، كلامك حلو بها رقادي. نكتشف الضيف والموضوع بعد الجنجل. يا درا شكون جانا اليوم؟ قوم قوم حل الباب. مرحبا، اتفضل. اللي كلامه حلو به الرقادي شرفنا بالحضور نتاعو اليوم في استوديو حزام الغلا، هو الأستاذ عزيز عثماني. مرحبا بك سي عزيز عثماني في استوديو حزام الغلا على موج تيزي فم. مرحبا بك في هالأمسية السعيدة اللي شرفتني بالحضور نتاعك اليوم. سي عزيز عثماني، احنا في بداية الحصة دائما نطلبوا للضيف نتاعنا باش يقدم نفسه بنفسه، ونطرحوا لك سؤال بسيط وسهل. نقول لك شكون هو عزيز عثماني، وين زاد وين تربى وين كبر؟ اولا نقول لك بيك وهلا. الله يسلمك. نشكر اذاعه تيزي وزو، ونشكر حصه حزام الغولة على هذا الدعوه الكريمه. بلا مزيه، يعني شرفتني بهذا الاستضافة. الشرف لينا حبيبي. أنا مقبل ما نقدم نفسي، أنت هديتني وقدمتني بطريقة شعرية جميلة. أنا حاب نقدم هدية للبرنامج، وخصيصا لحزام الغولة، نقول تاريخ مدينة الأصل فيها تجرد، تاريخ مدينة الأصل فيها تجرد. اسمعوا يا ناس للقول مكتوب، هكذا الطير في قفص ويغرد، كل صبيحة ينشد حتى الغروب، حزام الغولة القلوب لها تقصد، كل يوم حكاية تفسر الدروب، كل يوم حكاية تفسر الدروب، عنها الناس عمرها تزهد. عن حزام الغولة راني نتكلم. كأنه طاسع سل الناس مسكوب، الله يبارك. كأنه طاسع سل الناس مسكوب، الحديث فيها علي جاهد واللي استشهد، تحكي أمجاد لعدو منها مرعوب، وينكم يا حبابنا يا أهل المرصد، وينكم يا حبابنا يا أهل المرصد، حزام الغولة راهي ولات بشعر المجدوب، حزام الغولة راهي ولات من بشعر المجدوب. بارك الله فيك. فيك بارك الله. بارك الله فيك على الكلمات الطيبة هذو على حصة حزام الغولة. ربي يحفظك، هذه جست امتي كادو للبرنامج وليك. جزاك الله خير، كادو هاي. ربي يحفظك. كذلك طرحت لي سؤال، قلت لي شكون انت؟ شكون عزيز عثماني؟ انا كذلك ما نحبش نهضر بزاف، نهضر بالشعر. قبل ما نقول لك شكون انا وين زدت، تفكرت مباشره واحد الكلام. أيوة. كلام جوستومون تاع تقول لي شكون انت. ايوه تقول لي شكون انت، نجاوبك ونقول
أنا اللي غرست الشجرة، لقمتها، سقيتها، كبرتها، والغلة كلوها الجيران. أنا اللي زرعت في أرضي، أنا اللي زرعت في أرضي وقت الحصاد، جا الغريب ودا كل شي. أنا اللي حفرت البير، أنا اللي حفرت البير وبنيته حجرة حجرة، وكي جيت نسقي أرضي، وكي جيت نسقي أرضي من عوني الجيران. كيفاش كيفاش تبني ساس الغير وانت ساسك مردوم؟ كيفاش تنقي باب جارك وانت بابك معمر كوم؟ ماشي كل قول تديه ساس، وماشي كل عبرة تخدم بيها. أنا أرضي كنت نبغيها وما زاني نبغيها، نعشق التراب والخير اللي فيها، نعشق التراب والخير اللي فيها. أنا هو عزيز عثماني. بارك الله فيك. دونك عزيز عثماني شو ان جان الجيريا كيما كاع لي جان، من مواليد 15 جوان 1984 في مدينة برج منايل. تربيت في تيزي وزو، قريت في ابتدائي في ابتدائية. زدت في برج منايل؟ نعم زدت في برج منايل. وعلاش قريت في تيزي وزو؟ جينا لتيزي وزو لظروف العمل تاع الوالد ربي رحمه. ربي رحمه ويسع عليه. امين. دونك الابتدائي تاعي هنا. وين قريت الابتدائي؟ ثانوي. ابتدائي محمد وعمر حوشين. محمد وعمر حوشين في المدينة الجديدة، مدينة الجديدة لا نوفال فيل. أيوة. المتوسط في متوسطة خامس علي. خامس وي خامس. والثانوي في عبان رمضان. دكور. كنت تقول لي واحد الأستاذة ولا واحد المعلمة تاع الابتدائي شفيت عليهم عزيز؟ نشفى على مدام بركاني. مدام بركاني فوالا فوالا نشفى عليها. وفي المتوسط؟ متوسط نشفى يا ربي كان مسيو عبلة. مسيو عبلة فوالا لي ولا ديريكتور تاع الفيزيك، نحيوه بالمناسبة. أما في الثانوي أغلبيتهم يعني نشفى عليهم، كان قلت لك شفى عليهم قريب راحت لي. معليش يولوا إن شاء الله مع البرنامج إن شاء الله. جبت البكالوريا تاعي 2003. دخلت للجامعة. في الجامعة شوية الباركور تاعي كان شوية ديفيرون. درت بليزيور سبيسياليتي او ميم طون. سبحان الله. وي وشنهم كامل لي سبيسياليتي اللي درت؟ دونك درت لغة فرنسية، ليتيراتور فرونسيز، درت بسيكولوجي، بسيكولوجي كلينيك، ودرت دروا وكاب. دونك درت كنت توفق ما بين تقول لي كيفاش نقول لك دوكا ما على باليش. انا ما على باليش كيفاش. شحال دامت شحال دام هذا الاختلاط هذا؟ 56 سنه. دونك تقول لي كيفاش دوكا انا ما على باليش. بالك كنت في السنه الاولى في الفرنسيه ومن بعد دوزيام اني بالك هكذا. هذه هي كنت نعمل اون باراليل. بكري كان القانون يسمح لنا يعني باش نقدروا. القانون الان ما يسمحش. دوك القانون لازم تكمل لا ليسونس باش تعاود وحده، باش تعاود النوط. صح صح. وكان وقيل ما دوموندي وقيل خمس سنين مع باش الا تبدلت القوانين، ولكن ان اوتر ايبوك كانت قادر. كانوا دوتر دوتر زيتيديون يديروا كيما انت ولا كاين؟ كاين سبحان الله. كاين دي زيتيديون كيما في فرنسي كانوا يديروا ميدسين. انا نعرف بنات ودكون كانوا ميدسين فرنسي. ميدسين فرنسي ميدسين صعيبه. مش سهله سي فري يعني صعيبه. وفقوا الحمد لله. يعني هذه باش نقولوا لي جون باللي تقدر دير. احنا نقول لهم ديروا اون سول سبيسياليتي معليش. لانه بعد لي ليسونس هاد الثلاثه اللي جبتهم، ومن بعد كيفاش دخلت في الميدان المهني ولا تربيه؟ دخلت المهنه اللي تشرف كل واحد، هي مهنه التعليم. تعليم لونسينيومون سيكوندير. كنت استاذ لغه فرنسيه، عملت تقريبا اكثر من 6 سنوات. مع ذراري ياك تعرف. أيوة. شوية المهنة صعيبة. أيوة. ومن بعد فضلت أني ندير إدارة. أيوة. درت عندك الحق بعد خمس سنوات. بعد خمس سنوات دير نظارة سونسور. سونسور.
بعد أيضا 6 سنوات كذا درت بروفيزور مدير. الآن أنا مدير درك بروفيزور مدير ثانوي. فوالا ستاجير. الله يبارك. ستاجير مازال ماذا؟ الله يجازيك. بما أنك راك ستاجير ما نتكلموش على الإدارة على المدير. نولوا نديروا واحد لامارشاريا صغيرة هكذا ونتكلموا على السونسور هذا جوستومون اللي بزاف الناس وخصوصا التلاميذ نتاع المؤسسة ما يعرفوش الدور نتاع السونسور. السونسور ماشي هو المراقب العام. لا وماشي المدير. مش هو المدير. واش حد يخدم السونسور غروسو مودو؟ غروسو مودو كاين ثانوية ولا مؤسسة تربوية كاين دو سيرفيس، كاين المصلحة البيداغوجية وكاين ليكونوما. داكور. السونسور هو تبع تبع المصلحة البيداغوجية. هو شيف سيرفيس تاع المصلحة البيداغوجية. رئيس مصلحة. رئيس فوالا. أيوة. المهام تاع السونسور يعني عنده مهام مرتبطة بإنجاز التنظيم التربوي لورغانيزاسيون بيداغوجيك. صافي دير لومبلوي دو تون. لومبلوي دو تون، التوقيت الأقسام، خدمات الأساتذة. يسهر السونسور باش طبق البرامج، يتبع لي بروغرام تاع الاساتذه، ينسق بين الاساتذه تاع المواد تاع المواد العلميه والمواد الادبيه، يشكل الافواج التربويه. دونك السونسور يعمل بوكو بلوس مع الاستاذ. مع الاستاذ. مع الاستاذ قليل مع التلميذ. قليل. ولا نقولوا ما كاش كامل انديريكتوم. احنا نعملوا على كل حال. سي نورمال راك في مؤسسه مؤسسه نستقبلوا تلاميذ واوليائهم. وهو نائب المدير. هو نائب المدير. كان يسموه نائب مدير للدراسات ديريكتور دي زيتود. دي زيتود اللي يقولوا في بعض البلدان يقولوا راقب، وكان اللي يسموه سونسور، وكان فوالا. ايوه هذه ايبا شرفنا يعني معرفة الدور تاع السونسور. الله يجزيك الشيخ. دوك نروحوا للميدان الثقافي الفني نتاع الجانب الفني نتاع سي عزيز عثماني. سي عزيز عثماني شارك في المسرح، يعني دار ادوار مسرحيه وين الى بارتيسيبي ا كومون ديراج دون دي بيس تياترال. كيفاش بدات المغامره المسرحيه سي عزيز عثماني؟ بالك اليوم راح نفاجئوا المستمعين، نقول لهم باللي انا المسرح بديته مع الشيخ حسين برحمه. هو الاستاذ تاعي الاول، هو اللي علمني كيفاش نوقف فوق الخشبه، كيفاش نتفاعل مع البارتنير، كيفاش نهدر، كيفاش لو جو سور سان. دونك انه هذا شرف ليا. بارك الله فيك. مش فاكي اليوم الشيخ حسين كي جيت اول مره باش سكريت وليت حمر على بالي. لا والله نشفى كل يوم هذه الاكسيون هذه. كي جيت نسجل في دار ثقافه ميزون باكيتور فوالا. فوالا شحال كان في عمرك؟ جافي 11 ans 12 ans. يعني كنت فوالا بدينا دداش وما شاء الله. يعني كان واحد لاتولي فيه كثير من المواهب. صح مواهب كثيره اللي الان ما عباليش الا راهم مازالهم في المسرح ولا الله اعلم. فوالا بالمناسبه حاجه اللي نقدر نقولها لك اخويا عزيز، كامل لاتولي دو تياتر تاع هذاك الوقت هذا كم نجحوا في الدراسه نتاعهم في الحياه نتاعهم. فوالا يعني حاجه خارقه للعاده ما شاء الله. كاين مام دكاتره دي دكتور كيما يوسف لي اركون. ما شاء الله يوسف اركون راهو دكتور في فرنسا. كاين نحيوه بالمناسبه مناد كي يسموها هكذاك النون تاع مناد وسعيد. سعيد نحيوهم بالمناسبه نقول لهم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوستومون نتفكر في هذيك الفتره اننا قمنا بواحد المسرحيه اللي انت كنت شرفت عليها. مسرحيه بعد اللي درنا يعني العرض تاعها 2002 2003 هكذاك 2003. مسرحيه اللي كانت يعني دارت يعني ضجة مسرحية تيتانيك في الدشرة. تيتانيك في الدشرة. نتصور انه درنا يعني افيك ان غون بليزير غيشي فيرمي. ايفيكتيفمون. يعني الناس كانت تحب المسرح لانها كي تجي المسرح تجي للفرجة. سبحان الله. نعم. شوف كنت تشوف السن تاعكم
وكيفاش كان هذاك الغاشي هذاك في الجيشي كما راك تقول لعبتوا الجيشي فيرمي، هذا شرف لكم والموهبة نتاعكم. على كل حال سي عزيز عثماني، دوك نروحوا اللي جابك اليوم الحصة حزام الأولى، ما هو المسرح ولا السنسورة ولا الإدارة نتاع المؤسسة، إنما اللي جابك اليوم يعني مفاجأة ليا كي نشوف أستاذ تاع الفرنسية اللي عنده ليسانس في الفرنسية يكتب شعر باللغة العربية. بيزار شوية. أنا نكتب بالفرنسية ونكتب حتى كذلك بالقبائلية، ولكن جو متخوف بوكو بلوس في العربية، في العربية الدارجة سبتو في العربية الدارجة درجة الفصيح صح. إهمل في بداية الحصة باش يتعرف المستمع الكريم على هذا الشعر وعلى عزيز عثماني، نطلبوا لك تقرأنا القصيدة الأولى اللي جبتها لنا الله أعلم، العنوان تاعها الغربة ولا الوحش، الإنسان يتوحش الغربة، يتفضل. سلموا لي على ذيك المدينة، سلموا لي على ذيك المدينة اللي هواها سخون وحزينة، سلموا لي على ذيك القبة اللي كبر فيها جدي وتربى، سافر بعيد وهجر بلا سبة، كاين اللي قال عليها كذبة، وكاين اللي راح يبحث عليه في الغربة، عتبة ملوا من الناس اللوم القربة، هما اللي سبابوا في ذيك الهربة، سلموا لي على ذيك الزنيقة وعلى ذوك الديور العتيقة، كانت فيها وحدة تويقة، اطل على البحر والسويقة. كيفاش ما تغرقش السفينة والحفارين من كل جيه، كيفاش ما تغرقش المدينة وناسها عايشين في تيه، تاهو تاه معاهم الخير تاهو بعد ما نشف الماء في البير. سلموا لي على ذيك الجارة اللي خلات في قلبي جرح ومارة، سلموا لي على دوك الجبال والسفوح والويدان، سلموا لي على دوك الغصان والطيور الطايرة فوقها بستان معمرة ورد وسيسان، سلموا لي على كل واحد أظلمته ولا مهموم، سلموا لي على الحباب باب باب. تحية لكل ناسنا في الغربة. بارك الله فيك على هذه الكلمات، سلموا لي على الحباب باب باب. عزيز عثماني، القصيدة الأولى اللي قراها لنا اليوم الغربة. البداية نتاعك سي عزيز كيفاش كانت في الشعر؟ يعني انا يعني ترى كانت مع المسرح ولا جوستومون احنا اول حاجه تتعلمها كي تدخل المسرح تعرف باللي انه المسرح هو ابو الفنون. ايوه، تعرف باللي باش تدخل المسرح لازم تكون تهتم وتميتريزي با مال دو شوز دومين دو اكزاكتوم، ومن بعد انت كاين كل واحد والميول تاعو، والاهم فيهم الصوت لازم تلح، وهذاك هو كومون تو ديكلام لو بويم، نحسوا باللي انت درت المسرح ايفيكتيفمون. تفضل. الله يجازيك، هذا سي غراس ا فو، يعني احنا اون شوي كو لو برودوي تاع اليوم تحرجي. لا هذه حقيقه، يعني واحد ماشي نجاملو. دونك بدينا في المسرح، ولكن انا الشعر كانوا باراليل، ولكن ما كنتش نعرف قواعد الشعر وكذا امور خاصه بالشعر. اسمح لي نقطع لك الكلام بلا عسل، نحسوا
شويه كبير، التلميذ نتاعي ولا بروفيزور تاع الليسي. ديجا انا كيشوفوني بروفيزور في الليسي كاين لي شوكا ويقول لي كيفاش في لوخر. لا لا، ولكن كاين اون جينيراسيون، كاين اللي يبداو في التعليم يبداو في الفن في الاخر يبداو جون 20 سنه وكذا. البداية تاعي الأولى كانت في الثانوي يعني صراحة، ثم اللي بديت نخربش فوالا نخربش كيما يقولوا، وتقول كلام شباب نظن أنه كلام شباب. ومن بعد واحد العام سيتي فوالا العام واقي اللي جبت فيه الباك ولا من قبل الباك، درت واحد لو ديفي مع روحي، قلت ندير قصيدة في كانت سيتي العطلة الكونجي تاع 3 موا، قلت ندير قصيدة تاع 100 بيت أيوة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام لأنه إحنا المواضيع اللي ندرسوهم في الشعر ولا نكتبوهم في الشعر هي مواضيع اللي تمسنا، تمس الإنسان الفنان، تمس المجتمع. كنت نشارك في الكونكور أيوة. مسابقات دوك هكذا شوية شوية بديت نكتشف روحي، بديت نقدم واش نكتب الأساتذة أيوة. كذا، ومن بينهم انت يا بلوزير فوا نلقاك في الطريق نقول لك قصيدة تقول لي ولا ولا دونك هذه هي البداية تاعي يعني. وما زلني في البداية. والتحدي التحدي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مدح الرسول والسلام درتو. نعم بيان سور درت 100 قصيدة ونقدر 100 بيت 100 بيت بيتو فوالا 100 بيت ان شاء الله نوصل 100 قصيدة. تقرأنا طرف منها من القصيدة تفضل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله اسم على الكتاب مرسوم صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على محمد المبعوث للقوم، هذه الشهادة بها نرقد بها نقوم. نتغزل بك يا رسول الله، نتغزل بك يا رسول الله، ومن غيرك نشهد ما عندي غزال. نصلي ونزيد نسلم عليك محمود سيد الخلق في السماء هلال، مولوع بحسنك وبهاك، مولوع بحسنك وبهاك، ما له مثيل بين الخلق والبشر سيد الرجال. عظيم الخلق والخليقة، عظيم الخلق والخليقة، راني نستناك في منامي هذا الشحال. زورني ولو خطفة، زورني ولو خطفة، نفرح كل ما قريت سورة الأنفال، كل ما قريت سورة الأنفال. صح عيدك يلي صام وقام، صح عيدك يلي صام وقام، وش يفيدك كثرة الكلام؟ رمضان جا وراح هكذا كل عام. استغفر واغفر بركاك من الخصام، ازهو ساعة لو كان الغير كدام، ازهو ساعة لو كان الغير كدام. ما تفهم المسألة غير إذا قريت الزمام، حروف مشكلة بالقلم والحبر بالتمام. واللي لطريق الحق، واللي لطريق الحق، خليك من الوهام. العقل بحر والصمت ليه الجام، والحنة حنينة في اليد لينا رشام. العيد لما والفرحة لينا مرام، العيد لما والفرحة لينا مرام. بارك الله فيك أخوي عزيز عثمان على الكلمات على الرسول صلى الله عليه وسلم. نزيد نكمل في الحديث نتاعنا. كي نقرا كلام بلوتو كي نسمع الكلام كيما هذا، يا هل ترى سمعوه بعض المغنيين واتصلوا بك باش يطلبوا لك كاش خدمه ولا كاش موضوع ولا كاش حاجه عجبتهم قال لك نديها نلحنها ولا لان العمليه هذه اللي نتكلم عليها هذه بين ما بين الشاعر والمغني عمليه اللي تري كومبليكيشن هنا في بلادنا معقده العمليه. تطفي على بالك الشيخ انت كي تكتب حاجه هذه الحاجه تقعد عزيزه عليك، ماهيش بالساهل باش تطلقها وباش تمدها صح. وحنا مالوروزمون في الجزائر ولا ما عندناش دي زيسباس هكذا وين يتلاقاو هذا دي كلوب ولا مقاهي ولا ما كاش مالوروزمون. عندك هكذا طونزون طون نتلاقاو في قعدات، انا عندي احتكاك بصحاب الشعبي طونزون طون هكذا نتلاقاو في قعدات شعبي سواء هنا في تيزي وزو ولا في العاصمه ولا في بليده ولا ان بو بارتو يكونوا لي فيستيفال. نعم دونك
احنا دوك نكتشفوا بعض الفنانين نقدموا لهم ولكن مالوروزمو ما كاش كونتينيتي ما كاش عندي عندي اتصال باستاذي كذلك رشيد بليك بالمناسبه نحيو فوالا هو يوجهني لانه هو الشيخ الشعبي شيخ قديم ومتمكن في الله يبارك الله يبارك دونك يوجهني ويقول لي با مال دو فوا لازم نخدموا حاجه ومن بعد لحد الان ان شاء الله في المستقبل بوكوا با. بارك الله فيك سي عزيز عصمان. نحن نرتاحوا شويه بالمناسبه نسمعوا اغنيه لهذا المغني اللي هضرنا عليه رشيد بليك باللغه القبائليه يليس نخوالي. تغطيين دي القفص دي القفص دي القفص يثليك تغطيين دي القفص يثليك أين تنوضى أين تنوضى ذرتو فيه ذرتو فيه غنه في اللاميث الهير غنّا في الليل شميني ثبت ضيارنا في الليل غنّا في الليل شميني تحضر ضيارنا في الليل فدنا ممكا فدنا ممكان فدنا ممكان شم تروح ضر تبغير شم تروح شم تروح ضر تبغير مدنك في مخير فرن في اللامي جني سليغ تحجبا أيلس الخوالي إن أنت حزنا فرن في اللامي جني تروح هتسحب يرضي الحنين ان انت تدور
تي سليفة تي زيري سي غلاف تروض نتحبي رضي الحني أسمرات فروض ما هقنا دزي دوري أسمرات فروض ما هقنا دزي دوري سبير فحجبة عيني سنخوالي نندف حزنة فرن فلامي جني سديغة حجبة عيلس نخوالي هنندت حزنة فرن فلامي جني لا روبريك نتاع السلام الكلام القلم من راح. اليوم اعزائي المستمعين راح نتكلموا على واحد الكاتب اللي هو محمد حدادي. محمد حدادي المولود في 8 جوان 1918 في ناحيتي تحيا موسى في درع الميزان. هو من خريج المدرسة التربية لبوزريعة، خدم كمعلم حتى بدأت الثورة الجزائرية وين وقفوه وسجنوه سنة 1957. محمد حدادي من بين أصدقاء مولود فرعون، الكاتب الكبير مولود فرعون، وين نصيبه لاتر أميزامي تاع مولود فرعون نصيبه أم أش محمد حدادي. من بين الكتب نتاع الكاتب محمد حدادي لاكس هونغراف 1954، لا تور دو فو ركي دو بويزي 1961، وفي 82 خرج الكتاب نتاعو الرائع لا ماليديكسيون ان رومون سنة 1982. اليوم كان معانا في سلام الاقلام من راح محمد حدادي. مرحبا بك ثانية سي عزيز عثماني في حصة حزام الغولة. سي عزيز، الشاعر لازم يكون قدوة، يعطي المثل في المجتمع، وش رأيك في هذا المجال سي عزيز؟ الشاعر ولا الفنان ولا أي مبدع قبل ما يكون شاعر وقبل ما يكون فنان هو إنسان. صح، إنسان عادي يعيش وسط عائلة تاعو، يعيش وسط المجتمع. إلي ديفيرون سارت، إلي ديفيرون ديفيرون بار سا ريفليكسيون، إلي ديفيرون بار سون أبروش للأمور، كيفاش يشوف الأمور. ميم الكومبورتمون تاعو إلي ديفيرون نورمالمون. إكزاكتومون، نظن أنو الشاعر ولا الفنان هو الصورة تاع المجتمع، المرآة اللي تعكس المجتمع. الشاعر يساهم يساهم في تغيير في التغيير تاع تاع الظواهر الموجودة في المجتمع. صح صح، دونك عنده تأثير، عنده تأثير. وشفنا مؤخرا وزارة التربية والتعليم دارت شعبة جديدة على بالك أستاذ، هي شعبة الفنون، الفنون الثانوية. في سون امبورطونس، لأنه تكتشف المواهب. صح، المواهب في البداية. صح صح، دونك هي حاجة خطوة جريئة من الوزارة، لأنه كاين لي طالون بزاف، كاين لي طالون. باش يكون تغيير في المجتمع لازم الفنان يساهم في هذا التغيير. صح صح.
الكتابة سي عزيز عثماني، كان نطرح عليك سؤال، كيفاش غادي يكتب عزيز عثماني؟ هل ترى في كل وقت؟ هل ترى عنده ساعة؟ هل ترى دي فوا في الأوقات الفراغ نتاعو؟ ولا كيفاش غادي يكتب؟ يعني الطريقة نتاع الكتابة نتاعو، الوقت نتاع الكتابة نتاعو. الشعر بالنسبة لي ماهيش لحظة لغوية فقط، نيتادام هي لحظة نفسية وجدانية إيموسيونال. ما عنديش صراحة وقت محدد للكتابة، صح. ولكن نقدر نقول لك عندي دو سيتواسيون. كاين سيتواسيون وين كونت جو ديسيد ديكخير، انت يا المرحلة الأولى وعندك موضوع حاب تكتب عليه، هنا يا تدير ما يسمى بالعصف الذهني، تركز أمورك وكذا. كاين دي مومون وين الشعر سي اون ريفيلاسيون، شغل كانه وحي ينزل فوالا. ولكن صح. عموما انا عندي البحر، ايوه البحر هو الالهام نتاع فوالا، الانسبيراسيون تاعي من البحر. سبحان الله العظيم. وانت الشيخ تقدر تقولنا انت وقتاش تكتب؟ انا في اون جينيرال في الليل في الظلام، شغل كي نحس باللي الناس راهي في هدوء في امر قديم، انا تما يجيني الالهام ويجيني التفكير باش يعني دماغي ينشط ونبدا ننتج، لان في رايي الناس راهي راقده. شغل كي شغل انديفي كما قلت انت، سي انديفي وين الناس راقده انا راني ننتج. هذا هو الحاجه اللي عاد تشجعني في الكتابه صافي اون جينيرال في الليل. فوالا. نروحوا بما ان قلنا الكاتب ولا الشاعر قدوه في المجتمع، جبت لنا قصيده وين تنصح بها الناس، ثبت عقلك يا كريم، تفضل. قسات القلوب، قسات القلوب وعيوب الناس بانت، ما بقات حرمة تقول عمرها كانت. والصديق مال على صديقه، والصديق مال على صديقه، والعشرة هانت. والهدرة بلا ميزان، والهدرة بلا ميزان، والقلوب ضياقت ضياقت ضياقت، والقلوب ضياقت. الكذب سلعة الخداع، الكذب سلعة الخداع، الناس بها فاقت. كلمة الرجال بارود وعلاش حالت، والشريف ينصح الشريف وعلى الحق ثابت. والنفس المريضة، والنفس المريضة دواها الصبر إذا خابت. ولرزين زين، ولرزين زين، وعمره على الظلم ساكت. منهم تدي الصحيح، منهم تدي الصحيح، والقول المليح شافت. من البعيد تمحص في الناس اللي خانت، من البعيد تمحص في الناس اللي خانت. والعين نظرة، والعين نظرة، والشور راي بها نابت. ثبت عقلك يا كريم، ثبت عقلك يا كريم، وما تاكلها غير إذا طابت. والناس مدها قدر حتى لو في الحيف ناضت. هذوك هما، هذوك هما الحرار إذا شرات وإذا باعت. وأرض الناس لا تطمع فيها أولو سابت. ناس تهدر هدرة العيب، ناس تهدر هدرة العيب، والعيب منها جاي مفضوح. بيوتها مزربة بالقصب واللوح، ويرموا سقف الغير بالعيب والفوح. ما كسبين شي، ما كسبين شي في الجبال والسفوح، ويدعو انهم الرجال من اهل النصوح. ناس تكذب وتحلف باليمين وترميه من فوق السطوح. الزوخ ونفوخ الاثنين عندهم شيمة،
خاطي الرجلة خاطي العزيمة، الفاتحة عندهم مفتاح الخزينة، ولو كانوا مع نوح يرموه من فوق السفينة، يرموه من فوق السفينة. الله ينجينا من هذا الناس. اللهم أمين. صحيح يجزك سي عزيز عثمان على الكلمات الجميلة. نكمل الحديث نتاعنا. وش رأيك بما أننا نتكلم على الكلمات، كما تقول مجد الرومي، كلمات كلمات ليست ككل الكلمات. ليست ككل الكلمات. وش رأيك في الكلمات اللي راهي تغنى خويا عزيز عثماني؟ الشيخ حسين، لو كان ديرو ان كومباريزون بين الكلام اللي راه منتشر اليوم في هذا الزمان والكلام بكري، يعني نبكيو. سبحان الله، نبكيو دموع. صباح وانا جاي تفكرت واحد الاغنيه ثوريه اللي تربينا بها، وربما انت تشفها اخر مني، الطياره الصفراء. الطياره الصفراء تحكي على الثوره. الطياره الصفراء حبسي ما تضربيش، حبسي ما تضربيش، عندي راس خويا لامي ما تظنيش، لامي ما تظنيش. الله الله ربي رحم الشهداء. امين. تشوك لحمك. أيوة. بين هذا الكلام، هذا راح لي اسمها تاع الشاعره، هذه شاعره ما مت عندها مشي بزاف، وكتبت على 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 بالك في القصيده في الاغنيه هذا تهدر على السي عميروش ربي يرحمه ويوسع عليه على الشهيد. الله يرحم جميع الشهداء. الله يسلمك. تفضل. يعني باش نمد لك يعني الكلام اللي كان بكري والكلام اللي راه منتشر اليوم. شامبوان شامبوان جلدو جلدوش. يعني شيخ، يعني كومباريزون ني باريزو، يعني احنا نتألمو، يعني نقولوا واش الاسباب اللي خلات هذا الشيء يكون تبدل الذوق، لو غو تاع الناس اللي تبدل. نو، الذوق جوستومون يوجهه الفنان، ولكن ما ننساوش مع العولمه هذه، فوالا لا تكنولوجي، لي ريزو سوسيو، تيك توك، انستغرام. أيوة. كذا. هاد لي جان ما لقاوش اللي يوجههم، لانه سواء الاستاذ ولا الفنان ولا هو اللي يوجه الشعب، يعني الانسان والفرد بصفه عامه. في بالي خويا عزيز عثماني، شو هذاك الشخص هذاك الجاهل اللي يدخل للغابه وتقول له جيب لي حشيشه دواء، عندي غابه كامله كاع حشيش، منين يرفد الحشيشه الصحيحه؟ مي صعيب عليه باش يلقاها، هو اللي ما يعرفش. سي فري، لازم تعبيه بالمعرفه باش يروح يحوس على الكلمه الطيبه والكلمه الجميله في هذا البحر هذا اللي راهو تاع الانترنت من كل نوع. اكزاكتومون. والفنان لازم يخير المواضيع، ونهضر على نفسي ككاتب كلمات موزونه على الاقل، ما نقولكش انا شاعر، رانا في البدايه. مثلا نهضر لك على ظاهره لا فيتاس، في السرعه في السياره. قلت يا ساير في الطريق عليك بالعقل، اللي غاب عقله علم من بعده يتكل، سوق بلاتي لا تدمر مهمل، شوفوا ميز شوفوا ميز بيها أعمل، كل حاجة الوقت آخر تتأجل، الطريق طويلة فيها مشي لا تعجل، اليمين جهتك في القانون مسجل، اليمين في جهتك في القانون مسجل. مثلا نحب نوصلوا رسالة للسائقين وهذا هو لأنه الفنان مش نهضروا على على امور ايماجينير، لازم يكون نكونوا قراب. صح. من المجتمع. جوستمون على المواضيع، كيفاش يخير المواضيع نتاعو في هذا السياق؟ كيفاش يخير عزيز عثماني المواضيع نتاع القصائد الشعريه نتاعو؟ قلت لك مقبل استنطاضها فوالا، تجي وحدها. ما عنديش هكذا مثلا على الحصه، جي ديسيدي ندير حاجه تجي وحدها. صح. هكذا الكلمات تسترسل وحدها وتجي. سبحان الله.
فوالا. زيد تقرينا القصيده الاخرى خويا عزيز عثماني، ان شاء الله تغنقنا شويه على الغرامي ولا الحب وكذا. ثيري ولا ما تكلمناش؟ ثيري ثيري ثيري. لازم تعرف، لازم المجتمع تاعنا تكون فيه، يكون فيه الحب. اكزاكتومون. فهمت؟ الحب مع الجار، الحب مع الكوميرسون اللي معاك، الحب هذا لازم ينتشر في المجتمع. الله محبه، الله محبه، الله يعني الله. يلا الرجلة شرقت وزينته، إن شاء الله ما يتيهش إن شاء الله يا رب العالمين. تفضل. الرجلة شرقت، الرجلة شرقت وزينته، المطر نقات قبور الموتى وذنوبهم، المطر نقات قبور الموتى وذنوبهم، ودموعك السيالة حفرت وكواتهم، كيا على كيا فوق الخدود زادتهم، والماضي الحزين شحال بكاهم، وبكاهم حريق حبيس لفاد خلاهم. سمح لا تدري بيه، سمح لا تدري بيه، والعفو فال دعاهم، والدعاء بالخير خير في الصيف وشتاهم. حواهم جميع، حواهم جميع كالبدر الساطع لخطاهم، والخطية ذيك من زمان تبعاهم، باسطى ظلالها صبحهم ومساهم. ونساهم ونساهم ذوك نسا لا ننساهم، بالعجر والحايك مرمى زاد بهاهم. خلاهم بلا جنحين، خلاهم بلا جنحين يطيروا في سماهم، خباهم خباهم على عيون اللايمين، احماهم. ديك ظريفة، ديك ظريفة السر منها يقطر، والأخرى الشريفة نمدح لحيا مع العطر، وديك يمها سمتها حنيفة، وديك يمها سمتها حنيفة، الطرز المجبود فوق القطيفة، الطرز المجبود فوق القطيفة. الخيط، الخيط قالت للبرا يا سعد من خاطبية، بخيط حرير زاد للطرز بها وثرية، الخيط المرصع بالذهب والجوهر والبية، يجلب العين من البعيد ويزيدنا هدية. الخيط خيطنا، الخيط خيطنا، والبرا مسكوكة شوية، طنيبر مجبود والكتان ورشام مسوية، خيطنا خيط الروح يسبي العقول والروح، خيطنا خيط صحيح ما يتقطع إذا يطيح. الخياط بلا خيط، الخياط بلا خيط لا يسوى خلية، الخياطة حرفة وصنعة بلا مزية، الخيط قالت للبرا يا درا شفيتي عليا، نفصل الكمايم والعقود حبة حبة نقضية. السجادة من سجا بخيوط القز، والقبلة والصلاة فارض على ناس العز، الخيوط الخيوط حاكت مرمى وبرنوس، وسروال الشلقة باهي مفروش، والخيط إذا تقطع من ساسو الراسو يبكي أهله ويكوي ناسو، الخيط طوله من طول العمر، وإذا قصر انقص ما وصل للقصر، الخيط شعرة في كبة ملموم، والفهامة ثمرة للفم المزموم، والفهامة ثمرة للفم المزموم، الفهامة ثمرة للفم المزموم. صحيح يا خويا عزيز عثماني، بارك الله فيك على هذه القصيدة الشعرية. وفي نهاية الحصة المنشط له معك هو ثاني حضر واحد الكلمات باش يهديهم لك، نطلب منك برك تقول لي واش رايك في الكتاب. تفضل رأي انت. الكتاب لليفر، الكتاب الكتاب. واش رايك في الكتاب لليفر؟ لليفر انا كي نجبد لليفر نتفكر واحد الايه القرانيه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه. سبحان الله، صح، صافو تو دير، صافو تو دير، خذ الكتاب بقوه. كلكس مهما كان الكتاب، القرايه هي اللي تجيب لك الفهامه، هي اللي تجيب لك المستوى. إبا في هذا السياق نهدي لك بعض الكلمات على الكتاب. تفضل. الكتاب، الصديق هو نور الطريق،
هو عنوان فوق الباب، من جهلك تفطن وتفيق بيه تمشي ايام الضباب، الجهل هم ينشف الريق، ومخير الصديق هو الكتاب. حبيت العلم بيه تعرف، حبيت الزهو بيه الفرجة، حبيت تكبر بيه توقف، حبيت السفر بيه ما ترجع، حبيت الصح بيه تصنف، كلام الرحمن بيه تنجى. يا بنادم اختار الرفيق، تصحى سماك يغيب الضباب، هو يخرجك من الضيق، هو حقيقة ما هو سراب. الجهل يا ناس هم ينشف الريق، واحسن الرفيق هو الكتاب. خويا عزيز عصماني، نطلب منك كلمة أخيرة في نهاية الحصة قبل ما نختمو، وش رأيك في الكلمات نتاعي؟ لا ما شاء الله، أنت هو أستاذنا، منك نتعلمو، منك جزاك الله خير. خلوني نقول، خلوني نعبر، خلوني نهدر وانا نفكر، خلوني نحلم بمستقبل زاهر، لا تتجبر إذا كنت قادر، والقادر على نفسه يكبحها، وإذا عليت لا تتكبر، وعلى خلق الله منعها، وعلى خلق الله منعها. هذه هي آخر كلمة ديالي. نحيي الأسرة تاعي، ونحيي كاع الناس اللي يعرفوني، وشكرا على الاستضافة الشيخ حسين. بارك الله فيك سي عزيز عثماني على المجيء نتاعك لحصة حزام الغلاف. في نهاية الحصة أعزائي المستمعين، عندنا واحد النداء تاع الحصة، نداء إلى كل المستمعين والمستمعات، اللي يحب يكرم معلم نتاعه وقراه في الابتدائي ولا في المتوسط ولا الثانوي، ما عليه غير يكتب النوم برينو والسين نتاعو لاج، ويدير الرقم نتاع الهاتف نتاعو فوق ورقه، ويديرها دون اون انفلوب فيرمي، ويديبوزيها في لا ريسبسيون نتاع لا راديو. نعاود نداء الى كل المستمعين والمستمعات، اللي حاب يكرم معلم نتاعو قراه في الابتدائي ولا المتوسط ولا الثانوي، مع اللي غير يكتب النوم برينو والسين نتاعو الرقم الهاتف، ويديرهم دون اون انفلوب فيرمي، يكتب فوقها حزام الغولة، ويعطيها لا ريسبسيون نتاع لا راديو. أعزائي المستمعين، على هذا نقول لكم ابقوا على خير، فرصة أخيرة إن شاء الله. حزام الغولة، إعداد وتقديم حسين بن رحمون.